السلام عليكم طلبتنا الأعزاء في أكاديمية القمم الطبية. أنا دكتور حاتم صالح، بكالوريوس طب وجراحة عامة، ومن الأوائل على الدفعة، واحد أساتذة أكاديمية القمم الطبية. راح أكون وياكم شرح مادة الفارماكولوجي، هذه المادة المهمة والأساسية ليس في المرحلة الثالثة فقط، وإنما في جميع المراحل الدراسية القادمة، وحتى كمقيمين وكأخصائيين الأساس لوصف العلاج يبدأ من هذه المرحلة. اليوم راح نبدأ بأول مواضيع الفارماكولوجي، موضوع مبادئ العلاج الدوائي Principles of Drug Therapy. هذا الموضوع مهم جدا، لأنه على أساس هذا الموضوع راح يستند فهمنا لكيفية تفاعل الجسم أو تصرفه مع الدواء، ولماذا أكو عدة أشكال من الأدوية، وليش أكو عدة أدوية تؤدي نفس الغرض أو نفس الوظيفة أو تعالج نفس المرض. قبل ما نبدأ بالمحاضرة لازم نعرف شنو الأهداف، شنو الغاية اللي نحققها بنهاية هذه المحاضرة، شنو الأشياء اللي راح نفهمها بنهاية هذه المحاضرة. بداية راح ناخذ overview، نظرة عامة عن الـ Principles of Drug Therapy. راح نتكلم عن الفارماكو كاينتيك بروبرتيز، شنو معنى فارماكو كاينتكس، راح نعرف وشو خصائص الفارماكو كاينتكس. بعدها راح نتكلم عن الروتس اوف دراج ادمنستريشن، طرق اعطاء الدواء. بعدها راح نتكلم عن البايو افيلابيلتي، شنو معنى بايو افيلابيلتي او الوفره الدوائيه، الوفره البيولوجيه للدواء. وكذلك راح نتكلم عن ميكانيزمز اوف ابزوربشن اوف دراج، طرق امتصاص الدواء. وكذلك راح نعرف شنو الفاكتورز اللي تاثر على عمليه الامتصاص، فاكتورز انفلونسنج ابزوربشن اوف دراج. كل هذه المفاهيم ان شاء الله نكون فهمناها بنهايه هذه المحاضره. بدايه Principles of Drug Therapy تقسم الى قسمين بالفارماكولوجي، فارماكو كاينتكس، فارماكو داينامكس، كاينتكس وداينامكس. نقول كاينتكس يعني ما هو تاثير الجسم على الدواء، الجسم ايش راح يسوي للدواء، هذا هو الكاينتكس، refer to what the body does to a drug. بينما الداينامكس refer او describe the action of a drug on the body، يعني تأثير الدواء على الجسم. يعني مثلا أنا من أخذ حباية براسيتول وهذه الحباية بلعتها ونزلت للجهاز الهضمي وبعدها وصلت للسيركوليشن وانتشرت للسيركوليشن، عملية دخولها وانتشارها هذه هي الكاينتكس، يعني الجسم هو اللي دخلها وهو اللي عبرها للسيركوليشن ونشرها في مختلف أنحاء الجسم، هذه هي الكاينتكس. بينما من تؤدي وظيفتها وتنخفض حرارة الجسم أو يخف الصداع بسبب أخذنا البراسيتول، فهذه هو الداينامكس، هذا التغيير اللي صار بسبب حبة الدواء هذا نسميه الداينامكس. ليش ندرس الفارماكو كاينتكس؟ شنو الغاية؟ شنو الهدف حتى أنه أنا أدرس الفارماكو كاينتكس؟ أنه أعرف كيفية تأثير الجسم على الدواء، شنو الغاية من عده؟ الغاية من عده أولا حتى أحدد الطريق اللي أعطي بيه العلاج للمريض، roots of drug administration، هل اعطي هذا العلاج اورالي، اعطي حبايه وابلعها، نعطيه اياها اي في خلال كانيولا الى البلس سيركوليشن مباشره. وكذلك راح من اعرف الكاينتكس احدد الدوز، ايش قد اعطي للمريض، مثلا اعطي باراسيتول ابو 500 ملغ، لو اعطي ابو 1000 ملغ. وكذلك فريكونسي، يعني شنو فريكونسي؟ يعني كم مره اعطي علاج باليوم، مرتين باليوم كل 12 ساعه، لو 4 مرات باليوم كل 6 ساعات، هذه كلها تعتمد على الكاينتكس. بعد شنو؟ ديوريشن، يعني المدة الزمنية، ايش قد مثلا اعطي العلاج؟ لمدة اسبوع، لمدة اسبوعين، لمدة شهر، هذه الاشياء نقدر نحددها من نعرف الفارماكو كاينتكس لهذا الدواء المعين. الفارماكو كاينتك بروبرتيز او تأثير الجسم على الدواء يقسم الى 4 مراحل، absorption, distribution, metabolism, elimination. الابزوربشن راح يكون من السايت اوف ادمنستريشن انتو ذا بلود ستريم او انتو ذا بلازما، يعني انتقاله من اللومن اوف ذا انتستين الى البلود سيركوليشن، هذه عمليه عبوره خلال الانسجه او الابيثيليوم اوف ذا انتستين، هذه هي عمليه الابزوربشن. بينما الديستربيوشن يمتى يصير؟ وين ذا دراج ليف ذا بلود ستريم اند ديستربيوت انتو ذا انترستيشال فلويد اند انتراسيلولار فلويد، يعني بهاي المرحله الدراج راح يعبر خلال البلود فيزل الى الانترستيشال سبيس او فلويد اللي هي الفلويد اللي يصير بين البلود فيزل وبين الخلايا، وكذلك انتراسيلولار فلويد يعني الفلويد اللي داخل الخلايا، هذه هي مرحله الديستربيوشن. بعدها ايش راح يصير؟ ميتابوليزم. نقول ميتابوليزم يعني هنا جاي يتغير الشكل الكيميائي للدواء، بايو كيميكال ترانسفورميشن ثرو ميتابوليزم، وغالبا الميتابوليزم يصير وين؟ يصير بالليفر. موست كومن سايت اوف ميتابوليزم بالجسم هو الليفر، اللي يصير بيه ميتابوليزم بايو كيميكال ترانسفورميشن، الشكل الكيميائي للدواء راح يتغير بهذه المرحله. واخر شيء هو الاليمينيشن، بهذه المرحله ذا دراج اند اس ميتابولايت، الميتابولايت هو الدراج اللي صار له ميتابوليزم وتحول شكله الكيميائي نسميه ميتابولايتس.
هنا eliminated from the body in the urine, bile or feces. يعني راح يطلع من الجسم يا اما خلال الادرار او خلال الجي اي تي سيستم. يعني من المريض ياخذ حبه من الدواء ايش راح يصير بيها بالبدايه؟ الجسم ايش راح يسوي لهذه الحبه؟ اول شيء راح يسوي لها absorption، بعدها راح يسوي لها distribution، بعدها راح يسوي لها metabolism، وبعدها راح يسوي لها elimination ويطرحها خارج الجسم. هذه عمليه دخولها وانتشار وخروجها من الجسم، هذه هي الفارماكوكاينتيك بروبرتيز، هذه هي المراحل اللي يمر بها الدرج من يدخل من الجسم الى ان يطلع من الجسم. هذه البروبرتيز الاربعه نختصرها بمختصر ادم: A absorption، D distribution، M metabolism، والE هو elimination. هسه نشوف هنا عندنا هذا الكبسوله راح يبلعها المريض، دخلت الى الاسوفيجس، وبعدها وصلت الى الاستومك، وبعدها وصلت الى الدودينم بالانتستين، وهنا صار بيها absorption. هذا السايت اوف absorption هنا بالنسبه لهذا الميديسن. هاي اول مرحله صارت هي الابزوربشن، انتقلت خلال الابيثيليوم اوف ذا انتستين ووصلت الى البلس ستريم. بعدها ايش راح يصير بيها؟ راح يصير بيها ديستربيوشن، راح تنتقل، راح تنتشر، تروح الى مختلف انحاء الجسم عن طريق البلس سيركوليشن، راح يوزعها الى مختلف انحاء الجسم. بعد ما صار ديستربيوشن وانتقلت الى الانترستيشيال فلويد والانتراسيلولر فلويد ايش راح يصير بيها؟ يصير ميتابوليزم، ونعرف انه الميتابوليزم مينلي يصير وين؟ يصير بالليفر. موست كومن سايت هو الليفر اللي يصير بيه ميتابوليزم، اكو اذر تشو هم يصير بيها ميتابوليزم، بس خلينا نعرف انه الليفر هو الموست كومن سايت. بعدها ايش راح يصير بيها؟ يصير بيها اكسكريشن او اليمينيشن، الجسم راح يتخلص منها، يطردها الى خارج الجسم يا اما عن طريق الجي اي تي ثرو ذا بايل او عن طريق اليورين، راح تطلع الى خارج الجسم، وهذه هي الخطوه الرابعه اللي هي الاكسكريشن نسميها او نسميها الاليمينيشن. زين، على شنو يعتمد اعطي الدواء للمريض؟ عن طريق الاورال روت او عن طريق الاي في روت؟ شنو اللي يحدد اعطي بهذه الطريقه او بهذه الطريقه؟ اللي يحدد هذا الشيء هو نقطتين اساسيات: البروبرتيز اوف ذا دراج يعني خصائص الدواء، والثيرابيوتيك اوبجكتيف يعني الغايه اللي اريدها اني من اعطي الدواء للمريض. بالنسبه للبروبرتيز عندنا نقطتين مهمات: السوليوبيليتي اند ايونايزيشن. بصوره عامه الدراجز تقسم يا اما ووتر سوليوبل او ليبيد سوليوبل، دواء ذائب في الماء او ذائب في الدهون، واحنا نعرف انه الماء والدهن لا يمتزجان، وبالتالي الدواء اللي يذوب بالدهن يكون ما يذوب بالووتر، والدواء اللي يذوب بالووتر ما يذوب بالليبيد. بعد النقطة الثانية هي الايونايزيشن، الدراجز حسب الايونايزيشن نقسمها إلى ايونايزد ونن ايونايزد. ايونايزد يعني بشحنة موجبة أو سالبة، وهذا المشحون بشحنة موجبة أو سالبة ما يذوب بالليبيد، راح يجمع ووتر مولكيول داير مدايرة، وبالتالي يكون ووتر سوليبل ما يكون ليبيد سوليبل. والنقطة الثانية هي النن ايونايزد، يعني الدراج راح يكون متعادل الشحنة، وبالتالي هذا المتعادل الشحنة يكون قادر على السوليبلتي بالليبيد. زين، شنو الثيرابيوتيك اوبجكتيف؟ يعني الغايه العلاجيه اللي اريد اوصلها تعتمد على 3 فاكتورز، ثلاث عوامل عندنا نعتمد عليها اللي هي الاونست، ديوريشن اند سايت. الاونست شنو نقصد بها الاونست؟ الاونست هو ذا اماونت اوف تايم ات تيكس فور ذا افكت اوف ا دراج تو بيكم نوتيسابل افتر بينج تيكن. يعني من اعطي الدواء لحد ما يبدي مفعوله هذا الوقت هو الاونست. يعني من اعطي حبايه دواء اورالي بلاح المريض وورا ساعة يلا بدأ تأثيرها، طيت براسيتول وورا ساعة يلا بدأت حرارته تنزل. يعني الأونست ايش قد هنا طولت؟ طولت ساعة. بينما إذا أعطيها أي في وخلال ثواني بدأت حرارته تنزل، هنا الأونست ايش قد طولت؟ سكندز، 30 سكندز يجوز، 15 سكندز يجوز. هذه الأونست وين تفيدني؟ تفيدني بالحالات الطارئة، من أريد العلاج يشتغل بسرعة خلال ثواني معدودة. مثلا ما ممكن أعطي العلاج اورالي وانتظر ساعه يلا يعطي مفعوله وفي الحاله طارئه، الحاله خطره، ممكن خلال هذه الساعه يموت المريض، فلذلك راح اعطي الدراج اي في حتى يشتغل بسرعه. الفاكتور الثاني هو الديوريشن، از ذا لينث اوف تايم ذات بارتيكولار دراج از افكتيف. يعني من اعطيته الدواء واشتغل وادى مفعوله، المفعول مالته ايش قد راح يطول؟ يطول 4 ساعات، 6 ساعات. دائما الدراج اللي يؤخذ عن طريق الاورال روت يكون مفعوله اطول نسبيا بالدرج اللي يؤخذ عن طريق
الاي في روت، طبعا باعتبار نفس الدوز انا جاي اعطيها بالاورال روت واعطيها بالاي في روت، لان بالاورال روت راح تكون عمليه ابزوربشن بطيئه تاخذ بعض الوقت، وهذه العمليه الابزوربشن البطيئه هي اللي تمدد الديوريشن اوف دراج افكت. العامل الثالث هو السايت اوف اكشن، هل هو لوكال لو سيستميك، يعني اريد هذا الدراج ياثر على جزء واحد من الجسم، جزء معين من الجسم، لو كل الجسم ينتقل الى كل الجسم خلال البلس سيركوليشن. يعني مثلا مريض مجروح جرح بسيطه بايده واريد اخيط هذا الجرح بغرفه الطوارئ، فهل يا ترى يحتاج اخلي المريض تحت بنج عام واخدر الجسم كله، لو اكتفي فقط المنطقه المجروحه اخدرها واشتغل؟ طبعا اكتفي بالمنطقه المجروحه فقط اخدرها، يعني هنا أنا بهذه الحاله راح يكون لوكال السايت وليس سيستميك. على هذه الاسس راح اختار الروت اوف دراج ادمنستريشن. الروت اوف دراج ادمنستريشن بصوره عامه تقسم الى قسمين، انترال وبارنترال. من اقول انترال يعني عمليه الامتصاص الابزوربشن جاي تصير خلال الجي اي تي، وهذا بثلاث طرق، عندنا الاورال وعندنا السبلينجوال وعندنا الركتال. الاورال هو من اخذ حبه الدواء وابلعها وتوصل للانتستين ويصير بها عمليه امتصاص بالانتستين او بالاستومك، هذا هو الاورال روت. السبلينجوال هي الحبه تحت اللسان، مثال شائع عليها هو حبه الانجسيد اللي تستخدم بحالات الذبحه الصدريه. هنا عمليه الامتصاص تكون عن طريق السبلينجوال فيزلز، الفينز الموجوده تحت اللسان راح تكون عمليه الامتصاص خلال هذه الفينز. الركتال روت راح تكون هنا عملية الامتصاص خلال السيركوليشن او بلس سبلاي الواصل للركتم. البارنترال روت عندنا به واي انواع، ونقول بارنترال يعني ما يدخل للجي اي تي، يعني كل طرق غير ما توصل للجي اي تي. بارنترال روت به واي انواع، نقول بارنترال يعني اي طريق تكون عملية الامتصاص به مو خلال الجي اي تي. كمثال على البارنترال عندنا هو الانترافينوس روت. الانترافينوس روت بشنو يتميز عن بقية الطرق؟ انترافينوس روت بالانترافينوس روت انا جاي احقن الدرج مباشره للبلس سيركوليشن، يعني بهذه الحاله ايش جاي اسوي؟ اني جاي اتخطى عمليه الابزوربشن، قبل جاي يصير انجكشن للسيركوليشن، وهنا الجسم قبل راح يسوي ديستربيوشن، ما راح يسوي ابزوربشن للدرج. انترا مسكولر روت، وهنا راح يصير عندنا ابزوربشن ثرو ذا مسل تيشيو وبعدين يروح للسيركوليشن. السبكوتانوس هو تحت الجلد، هذا هو السبكوتانوس انجكشن، نشوف هنا الزاويه تكون مائله بالسبكوتانوس، بينما بالاي ام تكون الزاويه عموديه 90 درجه، وهنا الحقن يكون تحت الجلد. سبكوتانوس هنا راح تكون منطقه الحقن، وهنا راح يصير عمليه الابزوربشن بهذه المنطقه. بعد عندنا اللوكال افكت والتوبيكال، مثال عالية بالجلديه المراهم مثلا الحالات الصدفيه نستخدم مرهم موضعي، او بحالات الحروق مثلا نستخدم مرهم او كريم موضعي لمكان الحرق، هذا مثال على التوبيكال روت. هاليشنال روت مثال عليه، ابسط مثال عليه هو الاكسجين، الاكسجين اللي يستنشق المريض يعطيه للمريض بالمستشفى هو مثال على الهاليشنال روت. الاكسجين علاج، الاكسجين درج، مو كل المرضى اللي يدخلون المستشفى اعطيهم اكسجين، فقط اللي يحتاجونه. هنا عمليه الامتصاص الابزوربشن بالانهاليشنال روت جاي تصير خلال اللنج، خلال الالفيولاي جاي تصير عمليه الابزوربشن. بالنسبه للترانسديرمال روت، عملية الامتصاص بالترانسديرمال روت جاي تكون خلال الجلد، مثال عليها النيكوتين باتش، هذا النيكوتين باتش تلصق على الجلد، وعملية الامتصاص راح تكون خلال أنسجة الجلد المختلفة إلى أن توصل إلى البلد فيسل وتصير لها. مثال عليها النيكوتين باتش، هذه هي الباتش، نشوف هذه هي أدهيزف لاير، تلصق الباتش بالسكين، ونشوف هذه اللاير هي بها الدراج، ونشوف انه اكو هنا بورز خلالها تطلع الدراجز مسامات وتنتشر الى السكين، وبعدها خلال السكين جاي تصير عمليه امتصاص ودخولها الى مختلف خلايا الجلد الى ان توصل الى البلد فيسل وبعدها تروح للسيركوليشن. هذه هي الترانسديرمال روت. بالانترا اثيكال روت هنا جاي اخترق الديوراماتر السحايا واوصل للسي اس اف للسيربرو سباينال فلويد، فعمليه حقن الدواء بهذه الحاله جاي تصير مباشرة إلى داخل السيريبرو سباينال فلويد، جاي أعبر السكن، أعبر الليجامنتس، وأسوي انجكشن دايركتلي للسيريبرو سباينال فلويد، وبهذه الطريقة هم جاي أعبر الأبزوربشن. هنا ماكو أبزوربشن، راح يصير ديستربيوشن للدرج، وبعدها يصير له ميتابوليزم وإليمينيشن. بالنسبة للجي أي تي روت اللي هنا السبلينجوال والركتال والأورال،
هنا اكو مصطلح هو الفيرست باس ميتابوليزم. شو اقصد به هذا الفيرست باس ميتابوليزم؟ فيرست باس ميتابوليزم يعني الدرج جاي يوصل للليفر، جاي يوصل للبورتال سيركوليشن ويوصل للليفر. بالنسبه للاورال روت كل الدرج اللي يصير بيه ابزوربشن يروح للبورتال سيركوليشن ويروح للليفر. بينما بالنسبه للريكتال روت 50% راح يروح للبورتال سيركوليشن و50% راح يروح للسيستميك سيركوليشن. بينما بالسبلينجوال روت هنا أنا ما راح يروح للبورتال سيركوليشن، ما يصير عليه فيرست باس ميتابوليزم، وانما كله راح يصير به ابزوربشن وديستربيوشن الى السيستميك سيركوليشن. من الاشياء المهمه اللي تتغير بتغير الروت اوف دراج ادمنستريشن هو البايو افيلابيلتي، الوفره البيولوجيه للدواء. الوفره البيولوجيه للدواء البايو افيلابيلتي از ذا ريت اند اكستنت تو ويتش ان ادمنستريتد دراج ريتش ذا سيستميك سيركوليشن. يعني من اطي حبايه وابلعها وتوصل للانتستين ويصير بيها ابزوربشن، ايش قد من عندها من الحبايه اللي طيتها راح توصل للسيستميك سيركوليشن؟ ايش قد من عندها؟ طيت 500 مللي جرام، هل يا ترى كل هذا ال 500 مللي جرام راح يصير بيها ابزوربشن وتوصل للسيستميك سيركوليشن؟ لو جزء من عندها. زين هذا الدراج شلون احدد البايو افيلابيلتي له؟ بايو افيلابيلتي از ديترمايند باي كومبيرنج بلازما ليفل اوف ا دراج افتر بارتيكولار روت اوف ادمنستريشن. يعني بعد ما بلعت الحبه انا عرفت انه بلعت 500 مللي جرام، ايش قد من عندها وصل للسيستميك سيركوليشن؟ 500 نفسها كلها وصلت؟ لو صارت 400 لو 300، المقارنه بين اللي وصل وبين اللي اعطيته للمريض هذه هي البايو افيلابيلتي. شلون احسب البايو افيلابيلتي بهذه المعادله البسيطه؟ بايو افيلابيلتي تساوي اريا اندر كيرف فور اورال روت اريا اندر كيرف فور اي في روت في 100%. ليش اخذت الاي في روت؟ لان البايو افيلابيلتي بالاي في روت 100%، لان ماكو ابزوربشن بالاي في روت. كل الدرج اللي اعطيه راح يوصل للسيستميك سيركوليشن 100% راح يكون بايو افيلابل. فمن اقارن بالاورال على الاي في روت في 100% بهذه الطريقه راح احسب البايو افيلابيلتي. هسه هذا عندنا الاورال روت، نشوف الاريا اندر ذا كير، نشوف هنا ايش قد جزء من الدواء وصل للسيستميك سيركوليشن خلال وقت، هذا هنا وقت جاي يمشي عندنا. بينما بالاي في روت كل الدواء وصل للسيستميك سيركوليشن وجاي يصير بيه ميتابوليزم اليمنيشن مع الوقت. فمقارنه الاري اندر كير فور اورال روت على الاي في روت في 100% راح احسب البايو افيلابيلتي وتطلع بشكل نسبه مئويه، بشرط انه الدوز اللي اعطيها اورالي نفسها اعطيها اي في، اذا اعطيه 500 اورالي اعطيه 500 اي في واقارن الاري اندر ذا كير. عرفنا بالاي في روت كل الدرج راح يوصل للسيستميك سيركوليشن وبالتالي فهو 100% بايو افيلابيلتي. بينما الاذر روت اكو بيها يصير ابزوربشن، مو كل الدرج راح يصير بيه ابزوربشن، اكو عوامل تاثر على الابزوربشن راح نعرفها بالنهايه، يعني قسم من الدرج راح يضيع، فبالتالي تكون لاور بايو افيلابيلتي، مو 100%، 90 80 70، طبعا كل ما تكون اعلى كل ما تكون معناها انه اكثر درج وصل للسيستميك سيركوليشن. فيرست باس هيباتيك ميتابوليزم، فيرست باس هيباتيك ميتابوليزم معناها الدرج جاي يروح للبورتال سيركوليشن ويوصل للليفر. من يوصل للليفر راح يصير بيه ميتابوليزم، الليفر قلنا هو الموست كومن سايت اوف دراج ميتابوليزم. وهناك من يصير ميتابوليزم الدراج بالليفر جزء من الدراج راح يضيع راح ينفقد، فبالتالي هذا الفاكتور هم ياثر على البايو افيلابيلتي ويقلل من البايو افيلابيلتي لانه يقلل من رق الواصل للسيستميك سيركوليشن. عرفنا اول مرحله بالفارماكو كاينتيك هي الابزوربشن، اول تاثير للجسم على الدواء هو الابزوربشن وترانسفير اوف دراج from the site of administration to the bloodstream، راح ينقل الدرج خلال الابيثيليوم اوف ذا انتستين للبلاد ستريم. لكن هاي عمليه الانتقال شلون جاي يصير؟ شلون جاي ينتقل الدرج خلال الابيثيليوم ويوصل للبلاد سيركوليشن؟ احنا نعرف انه السيل ممبرين هو ليبيد باي لاير، تكون من طرفين، طرف محب للماء وطرف كاره للماء. محب للماء هو الهايدروفيليك، هايدرو يعني ماء وفيليك يعني محب او اليف للماء، وهذا هو الهيد السيل ممبرين. وعندنا الهايدروفوبيك، الطرف الكاره للماء، هايدرو ماء وفوبيك ناثر او كاره للماء، اللي هو التيل، هذا الليبيد باي لاير اللي موجود بغشاء الخليه. هاي برنسبل اساسيه لازم نعرفها حتى نعرف شلون جاي يصير عمليه الابزوربشن. الدراجز بصوره عامه تقسم الى ليبيد سوليبل ووتر سوليبل مثل ما تكلمنا بالبدايه، وعرفنا انه الليبيد سوليبل هو يذوب في الدهون ولا يذوب في الماء، والعكس الووتر سوليبل يذوب في الماء ولا يذوب في الدهون. هنا الليبيد سوليبل دراج راح يعبر خلال غشاء الخليه، لانه غشاء الخليه هو ليبيد باي لاير وهذا ليبيد، فراح يفوت خلال غشاء الخليه مور ايزلي ذان ووتر سوليبل. ووتر سوليبل يجي يريد يعبر ما يقدر يعبر، لانه هذا ليبيد ماتيريال والليبيد ماتيريال هي هايدروفوبيك، فما يعبر خلالها الليبيد سوليبل دراج. زين الووتر سوليبل
ماتيريال شلون تعبر خلال غشاء الخلية، شلون تنتقل للجهة الثانية إذا الليبت بايلير ما تقدر تفوت خلاله. تفوت خلال باراسيلولار روت، خلال أماكن بين الخلايا، تعبر من خلالها إلى الجهة الثانية من الخلية. هذا الباراسيلولار روت تفوت من خلاله الووتر سوليبل موليكيول إذا كان ماكو تايت جنكشن، يعني بين خلية وخلية اكو مسافة، اكو مجال تفوت خلالها الووتر سوليبل موليكيول. لو كان اكو عندنا تايت جنكشن مثل ما موجود بهذه الصورة فما راح تفوت الدراج موليكيول وتعبر للجهة الثانية. مثال على الاماكن اللي ما بيها تكون تايت جنكشن وتكون ليكي، يعني ليكي يعني يعبر خلالها الووتر، مثال عليها هو الجوجينوم اللي هو السكند بارت اوف ذا سمول انتستين، وبالتالي الووتر سوليبل دراج راح يصير بعملية ابزوربشن بالجوجينوم، وكذلك البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول الموجودة بالكدني. هذه هنا موجوده ليكي ابيثيليوم يعبر خلالها الدراج مولكيول تفيدنا بعمليه الاليمينيشن، راح يعبر الدراج الى اليورين ويطلع خارج الجسم مع اليورين. بينما على سبيل المثال في الاستومك وفي اليوراينري بلادر اكو عندنا تايت جنكشن تربط الخلايا واحده بالثانيه مثل هذا التايت جنكشن، فبالتالي ماكو فرصه للووتر سوليبل مولكيول يفوت خلالها. ليش موجوده بالاستومك تايت جنكشن؟ ليش ما تكون ليكي الاستومك مثل الجوجينوم؟ لانه الاستومك بيها اتش سي ال، هذا الاتش سي ال هو اسيد هو حامض، فلو كانت هذه هنا ماكو تايت جنكشن كانت المنطقه هنا ليكي، راح يعبر هذا الاسيد الى السيركوليشن ويدخل له مشكله جدا كبيره. كذلك باليوراينر بلادر اكو يورين ينخزن باليوراينر بلادر، فلو كانت اليوراينر بلادر ليكي راح يعبر اليورين ويوصل للسيركوليشن وتدخل اليوريا للسيركوليشن اللي هي توكسيك ماتيريال راح تاذي الجسم. بعد شلون ممكن يكون عمليه الابزوربشن وانتقال المولكيولز؟ تكون خلال كارير بروتين موجوده بغشاء الخليه، هاي اماكن غشاء الخليه متخصصه حتى تنقل البروتين، اشبه بالباب تاخذ الدراج مولكيول وتدخلها الى داخل الخليه، هاي يسموه الكارير بروتين موجود في غشاء الخليه لنقل الدراج مولكيول. زين هسه عرفنا هذه الطريقه عمليه الابزوربشن تكون عن طريق السيل ممبريان او عن طريق كارير بروتين. على هذا الاساس راح نقسم الميثود اوف دراج ترانسبورتيشن الى اربعه اقسام. الطريقه الاولى هي الباسيف ديفيوجن، من باسيف اسمه يعني العمليه تكون بصوره تلقائيه بدون مساعده، ديفيوجن هو انتشار، اذا هو الانتشار التلقائي، ونعرف الانتشار تعريفه هو انتقال الجزيئات من اماكن التركيز العالي الى اماكن التركيز الواطئ تبعا لاختلاف التراكيز. هذه الحالة جاي يصير عندنا الانتقال من أماكن التركيز العالي هاي كونسنتريشن خارج الخلية إلى أماكن التركيز الواطئ اللي هي داخل الخلية. لو نجي على هذا الدراج موليكيول، هذا الدراج موليكيول هو شنو؟ الليبيد سوليبل. جاي نلاحظ عملية انتشاره وانتقاله جاي تكون خلال شنو؟ خلال غشاء الخلية، خلال الليبيد باي لاير، لأن هذا ليبيد سوليبل وهذا هو ليبيد باي لاير فيعبر خلاله. بينما هذه الدراج موليكيول هذه ووتر سوليبل ما تنتقل خلال غشاء الخلية، لازم منطقة ما بيها غشاء، لازم منطقه ما بيها ليبيد باي لاير حتى تنتقل خلالها الدراج مولكيول. ونشوف هنا جاء تعبر تلقائيا خلال بورز او خلال باراسيلولار روت، تعبر للجهه الثانيه وتدخل الى داخل الخليه. طبعا الباسيف ديفيوجن هي الموست كومن ميثود اوف دراج ترانسبورتيشن، موست كومن ميثود اوف ابزوربشن، 99% من الدراج ابزورب باي ذيس ميكانيزم. وهذه الطريقه تتميز انه ما بيها كارير بروتين اللي حكينا عنه قبل شويه، ما تحتاج انرجي، باسيف، وكذلك نوت ساتشورابل. هذه ساتشورابل هذا مصطلح متعلق بالكارير بروتين، راح نعرفه بالطريقه الثانيه اللي هي الفاسيليتيتد ديفيوجن. ديفيوجن معناها انتشار من اماكن التركيز العالي الى اماكن التركيز الواطئ. فاسيليتيتد مساعد، هنا اكو فد شيء جاي يساعد عمليه الانتشار، ما جاي يصير بصوره تلقائيه خلال غشاء الخليه. هذا الدراج مولكيول مثلا شويه كبيره فما تعبر خلال السيل ممبرين. هذه هنا تحتاج كارير بروتين حتى تعبر من اماكن التركيز العالي الى اماكن التركيز الواطئ. هذه العمليه ما تحتاج طاقه لانه من اماكن التركيز العالي الى اماكن التركيز الواطئ تبع لاختلاف التراكيز جاي يصير عمليه الانتشار. لكن هذه العمليه تحتاج شنو؟ تحتاج كارير، وما دام اكو كارير فاذا هذه العمليه ساتشورابل، كان بي ساتشوريتد. ساتشورابل يعني شنو؟ يعني خلال مده زمنيه معينه كل هذه الكارير بروتين راح تتشبع، كلها راح تكون مشغوله بدراج مولكيول تحاول نقلها، فبالتالي الدراج مولكيول الموجوده برا لازم تنتظر تصير عمليه نقل خلال البروتينات، يلا تجي تقعد بالبروتين وتنتقل الى داخل الخليه. فهذه معنى ساتشورابل، انه كل الكارير بروتين ممكن تنشغل بنفس الوقت. بعد هذه العمليه كان بي انهبيتد باي كومباوندز ذات كومبيت، تتنافس فور ذا كارير،
يعني هذا الدراج موليكيول من اجيب جزيئه ثانيه تشبهه واريد انقلها الى داخل الخليه، راح تنتقل خلال نفس الكارير بروتين، وبالتالي لنفرض هذه هي الجزيئه اللي تشبه الدراج موليكيول، عبروني على الرسم، يريد ينقلها الى داخل الخليه، تجي هنا تقعد بالكارير بروتين وينقلها الى داخل الخليه. زين هنا ايش راح يصير؟ راح يصير تنافس انه الكارير بروتين منو يجي ينقله، ينقل هذا الدراج مولكيول لو ينقل هذا المولكيول. فهذه الكومبيتيشن راح تاخر من عمليه الابزوربشن، راح تاثر على عمليه انتقال الدراج مولكيول الى داخل الخلايا. ممكن تتوقف الدراج مولكيول وما تنتقل اذا كان هنا عندنا تركيز جدا عالي من هذه المولكيول اللي هي تشابه بتركيبها للدراج مولكيول وتنتقل خلال نفس الكارير بروتين. زين اذا كان النقل من اماكن التركيز الواطي الى اماكن التركيز العالي، يعني عكس اختلاف التراكيز، يعني هنا كانه جاي نصعد ما جاي ننزل، هنا مثل ما جاي نلاحظ هنا هذه اماكن تركيز واطي، هنا عندنا بس 2 دراج مولكيول وهنا عندنا ايش قد؟ عندنا 6 دراج مولكيول. زين بهذه الحاله وبصوره منطقيه عمليه الانتقال المفروض تصير بهذه الطريقه، المولكيولز تطلع الى خارج الخليه، انا اريد ادخلها الى داخل الخليه، شلون ادخلها الى داخل الخليه؟ هنا انا احتاج كارير بروتين، هذا الكارير بروتين يشتغل بالطاقه، يشتغل بالاي تي بي، يصرف اي تي بي حتى يسحب الجزيئه من اماكن التركيز الواطئ ويدخلها الى داخل الخليه الى اماكن التركيز العالي، هنا جاي يبذل الجهد، جاي تصرف طاقه، من تصرف طاقه معناها العمليه صارت شنو؟ صارت اكتيف، اكتيف ترانسبورت صار. وهذه العمليه ايضا ساتورابل، ممكن انه كل الكارير بروتين الموجود بالخليه يشغل بنفس الوقت بالدراج مولكيول ويحاول نقلها وتتاخر الدراج مولكيول بعمليه النقل، حالها حال الطريقه الثانيه ساتورابل، ما دام اكو كارير بروتين اذا العمليه ساتورابل. زين لو كانت الدراج مولكيول لارج كبيره جدا كبيره انه كارير بروتين يتحملها يستوعب ينقلها الى داخل الخليه، شلون تكون عمليه الانتقال؟ عمليه الانتقال تصير باي اندوسايتوسيس، اندو يعني ادخال، سايتوسيس الخليه يعني ادخل المولكيول الى داخل الخليه. نلاحظ انه هذه لارج دراج مولكيول مثلا فيتامين بي 12 هو لارج دراج مولكيول، تكون عمليه انتقاله بالاندوسايتوسيس، هذه لارج دراج مولكيول جاي يحيط بها غشاء الخليه، غشاء الخليه جاي يحيط هذا المولكيول ويدخلها الى داخل الخليه ويكون حويصله داخل الخليه تحوي على الدراج مولكيول، هذه الحويصله جدارها هو ليبيد بايلير مؤلف من السيل ممبرين، هذه هي الطريقه الرابعه الاندوسايتوسيس. عكسها عندنا الاكزوسايتوسيس ماخذينها بالفسيولوجي، عمليه الاكزوسايتوسيس تحرر عن النيورو ترانسميتر انه هذه الحويصله نفسها تجي وتلتحم ويا غشاء الخليه وتحرر الماتيريال الى خارج الخليه، اكزو يعني اخراج، سايتوسيس يعني خليه اخراج خلوي، ذاك ادخال خلوي هذا اخراج خلوي. هذه هي الطرق الاربعه اللي يصير فيها عمليه الابزوربشن، باسيف ديفيوجن، فاسيليتيتد ديفيوجن، اكتيف ترانسبورت، اندوسايتوسيس واللي عكسه هو اكزوسايتوسيس. زين بالنسبه للبلاد برين بارير شنو يتميز؟ يتميز البلاد برين بارير انه بي تايت جنكشن بين الخلايا، مدعمه هذه التايت جنكشن بالاستروسايت تمنع مرور اني ووتر سوليبل سبستانس الى البرين. هذه ليش موجودة؟ لأن نعرف أنه البرين هو منطقة جدا حساسة وبيئة جدا حساسة معزولة عن الجسم بصورة عامة وتتحكم بها، وعملية الانتقال الجزيئات تكون خلال ترانسبورتر بروتين، هنا تقعد هذه الدراج موليكيول وتدخل إلى داخل البرين. فبالتالي الووتر سوليبل ما تعبر، وانما فقط الليبيد سوليبل سبستانس مثل الكحول هو الليبيد سوليبل سبستانس او الديازيبام اللي هو الفاليوم، هذه فقط المواد الليبيد سوليبل راح تعبر خلال البلود برين بارير، بينما الووتر سوليبل سبستانس نهائيا غير قادر على العبور خلال البلود برين بارير. الملاحظه الثانيه اللي لازم ننتبه لها هو البلاسنتال بلود بارير، الملاحظه الثانيه اللي ننتبه عليها هو البلاسنتال بلود بارير، البارير اللي بين الفيتال سيركوليشن، هذه هي الفيتال سيركوليشن، هذا هو الحبل السري الامبلايكال كورد، وبين الماتيرنال سيركوليشن. هنا معزوله الفيتال سيركوليشن عن الماتيرنال سيركوليشن، هذه المنطقه معزوله، نشوف هنا الماتيرنال سيركوليشن هنا تنتهي والفيتال سيركوليشن من هنا تبدي، هذه سبيس يسموها انتربيلس سبيس، هذا بارير، هذا يعزل الفيتال عن الماتيرنال سيركوليشن. حتى يعبر الدراج من الماتيرنال سيركوليشن الى الفيتال سيركوليشن
لازم له خواص معينه. اولا لازم يكون هذا الدراج هو لو موليكولار ويت، يعني حجمه الجزيئي صغير. ثانيا لازم يكون لبس سوليبل، مثل ما قلنا بالبلود برين بارير لازم يكون لبس سوليبل. ثالثا نان بولر، بنقول نان بولر يعني غير حامل للشحنه، يعني متعادل، واي دراج لبس سوليبل هو نان بولر بنفس الوقت. بعد نو بروتين بايندنج بروبرتيز، يعني يفتر بالسيركوليشن، ما مربوط ببروتين، ما يرتبط بالالبومين، وحده يفتر. كل هذه الخواص لازم موجوده بالدراج حتى يعبر خلال البلاسنتال بلاد بارير ويوصل للفيتال سيركوليشن. ومثال عليه الكحول، الكحول دي كل هذه الخواص، لو موليكولار ويت وليبيد سوليبل مثل ما عرفنا بالبلاد برين بارير، نون بولر ونو بروتين بايندنج بروبرتي. هذه شنو تفيدني بلاسنتال بلاد بارير؟ اعرف انه خواص الدراج لازم تكون هي ان شاء الله يعبر خلال البلاسنتال بلاد بارير. تفيدني من اريد ابطي دواء لبريجننت، المراه حامل اريد ابطيها علاج، لازم اراعي انه الدواء اذا انطبقت عليه هذه المواصفات فراح يعبر للطفل وممكن يؤذي الطفل، فاني اراعي مثلا انه اعطيه مثلا دراج اوف لارج مولكيولار ويت حتى ما يعبر، او اعطيها دراج ووتر سوليبل حتى ما يعبر، او اعطيها دراج بروتين بايندنج حتى ما يعبر، انه اتفادى انه ينتقل للفيتال سيركوليشن. هذه الفائده اللي احصلها من اعرف الملاحظات هذه بخصوص البلاسنتال بلاد بارير. عمليه الابسوربشن وانتقال الدراج مولكيول خلال غشاء الخليه ووصوله للبلاد سيركوليشن، هل يا ترى هذه العمليه تصير بكل المرضى بنفس النسبه؟ تصير بكل مكان بيصير بي ابزوربشن بنفس النسبه او بنفس الفاعليه؟ لو اكو اشياء تاثر على الابزوربشن، اكو اشياء ممكن تقلل الابزوربشن، اكو اشياء ممكن تزيد الابزوربشن اذا توفرت بالبيئه المحيطه بالمكان اللي يصير بي ابزوربشن. نعم اكو اشياء تاثر بعمليه الابزوربشن. اول شيء راح نتكلم عنه هو البي اتش، وهذا الموست امبورتنت واللي راح نتكلم عنه بالتفصيل. pH of the media يعني pH الوسط اللي يصير بي absorption. وين جاي يصير absorption؟ بالاستومك اللي البي اتش مالته هو اسيدك اقل من 7، لو يصير بالانتستين البي اتش مالته هو بيسك قاعدي اكثر من 7. كذلك البلاد فلو راح نتكلم عنه بعدين، شنو البلاد فلو نقصد بيه؟ السيرفيس اريا شنو نقصد بيها؟ التايم يا تايم اللي جاي نقصده بعمليه الابزوربشن، والبيك لايكوبروتين، جلايكوبروتين هذا بروتين سكري موجود بغشاء الخلية عبارة عن ناقل، عبارة عن كارير ينقل الموليكيولز، هم راح يكون إلى دور بعملية الابزوربشن. هذه الفاكتورز الخمسة نجمعها بمصطلح بي بات بي 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 اتش، البي هو بلاد فلو، والاي هي الاريا سيرفيس اريا، والتي هو التايم، والبي الثانية هي البي جلايكوبروتين. هذه البي بجلايكوبروتين هو بيرميابيليتي بروتين، بروتين النفاذيه. اول فاكتور راح نتكلم عنه هو البي اتش، احنا نعرف البي اتش يساوي لوج لوغارثم يعني 1 على تركيز ايون الهيدروجين. هذا هو البي اتش مثل ما اخذناه سابقا ايام الاعداديه اذا نتذكره. البي اتش يبين تاثيره على عمليه الابزوربشن من خلال تأثير على الليبيد سوليوبيليتي، وعرفنا الليبيد سوليوبيليتي يعني دراج مولكيول يذوب في الليبيد باي لاير ويعبر خلال الليبيد باي لاير اوف ذا سيل ممبرين، وحتى يعبر لازم يكون هذا الدراج نان ايونايز، وهنا راح نجي لتأثير البي اتش على العامل الثاني اللي هو الايونايزيشن. حتى يعبر الدراج خلال غشاء الخليه لازم يكون نان ايونايز نان بولر، زين، وبالتالي يكون ليبيد سوليوبل ويعبر خلال غشاء الخليه. اللي يحدد الايونايزيشن والديجري اوف ايونايزيشن وانه هل هذا الدراج هو ايونايزد وما يعبر خلال غشاء الخليه، لو نن ايونايزد ويعبر خلال غشاء الخليه وليبيد سوليبل، هو البي كي اي اوف الدراج اند بي اتش اوف ذا ميديا. العلاقه بين البي كي اوف ذا دراج، بي كي اوف ذا دراج هو ثابت التأين، ثابت التأين هو كميه ثابته، رقم ثابت. علاقه هذا الرقم الثابت بالبي اتش اوف ذا ميديا مقارنه به هو اللي راح يحدد لي انه الدراج راح يكون ايونايزد لو نن ايونايزد، وبالتالي ووتر سوليبل لو ليبيد سوليبل. الدراجز ويتش ار لايبوفيليك، يعني شنو لايبوفيليك؟ لايبو يعني جايه من ليبيد من دهن، وفيليك مثل ما اخذنا بالهيدروفيليك يعني اليف، يعني الدراجز المحبه للدهن او للليبيد، ايزلي كروس ذا ممبرين، لان الممبرين هو ليبيد باي لاير، والليبيد مع الليبيد راح يعبر. الدراج ويتش ار لايبوفوبيك، لايبو ليبيد فوبيك كارهه او ناثره، ناثره من الليبيد، واللي هي نفسها راح تكون هايدروفيليك.
نافذة راح تكون محبة للماء، نافرة من الليبيد محبة إلى الماء. هذه اللي درجز ايش بيها؟ ما تعبر خلال غشاء الخلية، قلنا هذه راح تعبر خلال بارا سيلولار روت. مصطلح بولاريتي هو مرافق المصطلح ايونايزيشن. الدرج اذا كان ايونايزد راح يكون مشحونه بشحنه، مشحون بشحنه سالبه او موجبه. من يكون مشحون؟ يكون قطبي، يعني يصطف مع المجال المغناطيسي. الدرج النن ايونايزد يكون نن بولار، ما بي شحنه، ما راح يصطف، ما راح يتاثر، لان هو ما بي شحنه حتى يتاثر بالمجال المغناطيسي، وبالتالي ما يسلك سلوك قطبي. هذه الدرجز هي النن بولر نن ايونايز راح تعبر خلال غشاء الخليه، لان هذه هي ليبيد سوليبل بالتالي راح تصير. بينما البولر درج اللي هي ووتر سوليبل ما راح تعبر خلال غشاء الخليه. البولر درج شو راح تسوي؟ البولر درج راح تكون ايونايز هي، وبالتالي مشحونه، ومن تكون مشحونه راح شو تسوي؟ اتراكت ذا ووتر، تسحب الماء، تحيط نفسها بالماء، تحيط نفسها بالماء، فبالتالي ما تحيط نفسها بالماء ما راح تقدر تمر خلال غشاء الخليه، تسوي ووتر شيلد، درع من الماء يحيط بيها، فبالتالي ما تعبر خلال الليبت باي لاير. مثال على الليبت سوليبل سبستانس هو الان اي سي ال، صوديوم كلورايد، هذا نان ايونايز ماتيريال. من يتفكك الصوديوم كلورايد ويصير ايونايز، يصير صوديوم ايون وحده مشحون بشحنه موجبه وكلورايد ايون وحده مشحون بشحنه سالبه، هذا راح يكون ايونايز، ومن كان ايون صار ايونايز صار شنو؟ هيدروفيليك، محب للماء. فبالتالي the more lipid soluble of the drug more absorption، يعني كل ما كان الدرج هو اكثر lipid solubility راح يفوت خلال غشاء الخليه بكميه اكبر، وبالتالي راح يزداد الابسوربشن. بينما كل ما كان الدرج هو water soluble راح يقل عمليه انتشاره خلال غشاء الخليه، لانه راح يكون بهذه الحاله لايبو فوبيك وما يعبر غشاء الخليه، وبالتالي تقل عمليه الابزوربشن. هسه عرفنا شلون السوليبلتي وشلون الايونايزيشن اللي تحددها البي اتش تاثر بعمليه الابزوربشن وتغير من كميه الابزوربشن. نشوف هنا الليبت سوليبل مولكيول اللي هو نان ايونايزد عبر خلال غشاء الخليه نفذ، بينما الايونايزد ووتر سوليبل ما يقدر يعبر، توقف مع غشاء الخليه، ما يسمح للليبت باي لاير بالعبور، لان هذا ووتر سوليبل، هذا لايبوفوبيك، ما يعبر خلال غشاء الخلية. غشاء الخلية هو ليبيد، وبالتالي الليبيد هو هيدروفوبيك، ما يعبر خلال الووتر سوليبل ماتيريال. لازم اكو عندنا بارا سيلولار روت يعبر من خلاله، او عندنا فورس يعبر من خلالها الووتر سوليبل ماتيريال. زين، degree of ionization and polarity depend on pKa of the drug and pH of the body fluid. عملية التأين حددها علاقة الـ pKa بالـ pH مثل ما قلنا بالبداية. الـ pKa هو شنو الـ pKa؟ تعرف الـ pKa، تعرف ثابت التأيون، هو value of drug pH when the concentration of ionized and non-ionized drug form is equal. يعني قيمة الـ pH، يعني رقم الـ pH، احنا نعرف الـ pH مثلا عندنا 7، هذا pH يساوي 7، هذا متعادل، أو pH يساوي 3، هذا حامضي. هذه القيمة إذا كان الـ pKa 3، عند هذا الرقم تكون الكمية المتأينة مساوية للكمية غير المتأينة. يعني إذا كان عندي 100 جزيئة وكان عندي الـ pKa لهذه الجزيئة يساوي الـ pH للميديا، فعندي 50 جزيئة راح تكون ionized وتكون water soluble، و 50% راح تكون non ionized وتكون lipid soluble وتعبر خلال غشاء الخلية. يعني نص الكمية راح تعبر خلال الـ lipid bilayer من يكون الـ pKa يساوي الـ pH. نشوف انه كل ما يتجه الـ pH نحو الصفر كل ما يكون more acidic، بينما كل ما يتجه اكثر من 7 الـ 14 راح يكون more basic او alkaline، اكثر قاعدية. كل ما يكون اقل من 7 كل ما يكون اكثر حامضية، بينما من يكون 7، 7 هي نقطة تعادل، لا حامضية ولا قاعدية تكون بها الجزيئة. وبالخلاصة لما سبق نستنتج for a drug to be absorbed، حتى يمتص الدرج لازم يكون شنو؟ must be of the same nature of the media of absorption. An acidic drug better absorbed in acidic media. يعني الدرج ال pKa إلها أقل من 7 تمتص جيدا في الوسط الحامضي. يعني مثلا لو كان ال pKa للدرج هو 4 فبتر absorbed بالacidic media يمتى؟ من يكون ال pH أقل من 4، يكون pH مثلا 3 أو 3.5. لو كان ال pH 5 فهذا ايش راح يصير هنا الميديا؟ راح تكون نسبيا الميديا هي بيسك، قاعدية بالنسبة للدرج اللي هو راح يكون أكثر حامضية.
لازم الوسط يكون اكثر حامضيه من الدرج نفسه حتى تكون عمليه امتصاص به جيده جدا، حتى تكون اغلب الجزيئات نان ايونايز غير متأينه. البيسك دراج بيتر ابزوربد ان بيسك ميديا، يعني يكون مثلا البي اتش 11، فبالتالي الافضل انه يكون البي اتش للميديا هو مثلا 12 حتى يصير عمليه ابزوربشن جيده. الاسيد دراج مثال عليها هو الاسبرين، تصير لها امتصاص بالاستومك. ليش؟ الاستومك هي اسيدك ميديا بها اتش سي ار، اتش سي ار هو حامض. بينما البيسك دراج مثال عليها هو الديازيبام، ديازيبام اللي هو الفاليوم. هاي بيتر ابزورب وين؟ بالانتستين. ليش بالانتستين؟ لان الكلاين ميديا، وهذا هو بيسك دراج، والبيسك دراج يصير الابزوربشن اكثر بالالكلاين ميديا، يعني بالوسط القاعدي. وبالتالي نقدر نقول انه افضل عمليه امتصاص تصير للدرج الحامضي للاسيد دراج تصير وين؟ بالاسيدك ميديا، يكون البي اتش اقل من البي كي اي مال الدرج. بينما افضل عمليه امتصاص للبيسك دراج للدرج القاعدي وين تصير؟ من يكون بالبيسك ميديا، من يكون البي اتش للميديا اكثر من البي كي اي للدراج. اكو مفارقه هنا اذا انتبهنا عليها، انه بالنسبه للاسيدك دراج فالبتر ابزوربشن من يكون البي اتش اقل من البي كي اي، بينما بالنسبه للبيسك دراج بتر ابزوربشن يكون البي اتش اكثر من البي كي اي. ليش بالبيسك البي اتش اكثر من البي كي اي يزداد الابزوربشن، وبالاسيدك اقل من البي كي اي حتى يزداد الابزوربشن؟ ليش مو اثنين اقل من البي كي اي او اثنين اكثر من البي كي اي حتى يزداد الابزوربشن؟ احنا قسمنا الدراجز الى اسيدك وبيسك، لكن هذه الاسيدك والبيسك هي ويك، حوامض ضعيفه وقواعد ضعيفه. واحنا نعرف من نقول هذا حامض او هذه القاعده ضعيف معناها شنو؟ معناها عمليه تفكك، عمليه تأينه تكون غير تامه، تكون تتجه باتجاهين، يصير بعمليه تفكك ويتكون عندي بروتون واسيد اللي هو هذا انايود، ويصير يتجه التفاعل بالاتجاه العكسي ويرجع تكون الحامض الحاوي على البروتون. نلاحظ هنا انه الحامض الضعيف من يحوي على البروتون يكون متعادل الشحنه، صفر الشحنه عليه، لكن من يفقد البروتون راح يكون سالب الشحنه. بينما القاعده الضعيفه من تكون غير متفككه تكون شنو؟ تكون مشحونه. زين؟ بينما من تتفكك راح تكون غير مشحونه، متعادله الشحنه، معناها انه بهذه الحاله القاعده الضعيفه بولر لانه تحوي على شحنه. زين؟ وبالتالي راح تكون شنو؟ راح تكون ووتر سوليبل، راح تكون لايبوفوبيك، ما راح تذوب بالدهن وما راح تنفذ خلال غشاء الخليه، لازم تفقد البروتون وتصير متعادله يلا تمر خلال غشاء الخليه. بينما الحامض الضعيف لازم يحوي على البروتون حتى يكون نون بولر وينفذ خلال غشاء الخليه حتى يكون لايبوفيليك. نشوف هنا انه القاعده فقدت البروتون وصارت متعادله، فكان لها القدره على النفاذ خلال غشاء الخليه، يعني الشكل القاعده اللي يلفت خلال غشاء الخليه الفورم هو الدي بروتونيتد فورم، الشكل غير الحاوي على البروتون، لان هذا الشكل راح يكون متعادل الشحنه. بينما بالنسبه للحامض الضعيف حتى ينفذ خلال غشاء الخليه لازم يحوي، لازم يحوي على البروتون حتى يكون متعادل. بالنسبه للحامض الضعيف البروتونيتد فورم، الشكل الحاوي على البروتون هو اللي راح ينفذ خلال غشاء الخليه. ونعيد ونقول انه الاسيدك دراج بيكم مور نان ايونايزد ان اسيدك بي اتش، بينما البيسك دراج تكون مور نان ايونايزد ان بيسك بي اتش، يكون البي اتش اكثر قاعديه اكثر من البي كي اي. بينما بالنسبه للحوامض يكون البي اتش اقل من البي كي اي، تكون نان ايونايزد. نشوف النان ايونايزد فورم بالنسبه للقاعده هو اللي ما حاوي على البروتون، بينما بالنسبه للحامض النن ايونايزد فورم هو الشكل الحاوي على البروتون، هذا الشكل هو المتعادل الشحنه، هذا الشكل هو اللي راح ينفذ خلال غشاء الخليه. فبالمقارنه اذا كان عندي اسيدك دراج فراح يكون نن ايونايزد يمتى؟ بيكون عندي اسيدك بي اتش، بيكون انفايرمنت هي اسيدك. مثلا بالستومك هو البيست سايت فور ابزوربشن لان الستومك هي اسيدك ميديا. مثلا هذا مثال على اسيدك دراج، وقلنا الاسيدك دراج هو نان ايونايز يكون اكثر من يكون باسيدك بي اتش، يعني هنا هذا الاسيدك دراج الى البي كي اي 6. ليش صار البي كي اي الى 6؟ لانه من صار البي اتش 6 صار النان ايونايز 4، والايونايز 4 مساويات 50% غير متأين و50% متأين،
من قل البي اتش وصار اقل من البي كي اي، صار عندي؟ صار عندي النون ايونايزد فورم هو الاكثر، الجزء غير المتأين هو الاكثر، الجزء غير الحاوي على الشحنه هو الاكثر، وبالتالي هذا الجزء هو القابل على النفاذ خلال الغشاء الخلية. النون ايونايزد فورم هو القابل على النفاذ خلال الغشاء الخلية، فبالتالي من اخلي البي اتش اقل من البي كي اي راح يزداد عندي النون ايونايزد فورم بالنسبه للاسيديك دراج. ونلاحظ انه من صار البي اتش اكثر من 8 صار عندي شنو؟ الايونايز فورم اكثر من الايونايز فورم. زاد البي اتش وصار اكثر من البي كي اي صار اكثر من 6، ازداد التأين مقدار التأين للدرج، وبالتالي قلت كمية الدرج القابلة على النفاذ خلال غشاء الخلية. ومن زاد 9 ازداد بعد اكثر الكمية الايونايز الكمية المتأينة، وبالتالي قل اكثر عندي الكمية القادرة على النفاذ خلال غشاء الخلية. فنلاحظ هنا من خلينا البي اتش 6 انه 50% صار نون ايونايز و50% صار ايونايز، يعني نقدر نقول انه البي كي اي لهذا الدرج هو 6. ليش؟ لانه 50% صار ايونايز و50% صار نون ايونايز. بينما البيسك درج نلاحظ انه هنا عندنا هذا البيسك درج، من صار البي اتش للبيسك درج 8 صار عندي شنو؟ صار عندي 50% نون ايونايز و50% ايونايز. زين، من قللت البي اتش خليته 6 صار عندي الايونايزد فورم اكثر من النون ايونايزد فورم، صار عندي الجزء المتأين اكثر، وبالتالي اقدر اقول على هذا الدرج هو شنو؟ هو قاعده، لانه من قللت البي اتش زادت المقدار المتأين. بينما بنرجع هنا الحامض من قللت البي اتش خليتها اقل من البي كي اي صار عندي النون ايونايزد فورم هو الغالب هو الدوميننت. بالعكس القاعده، من زيدت البي اتش وخليتها 9 صار عندي الجزء النون ايونايزد هو الشائع. من صار البي اتش اكثر من البي كي اي صار عندي النون ايونايز فورم هو الشائع، الجزء القادر على المرور خلال غشاء الخليه هو الشائع. زين، من صار البي اتش 8 صار عندي 50% نون ايونايز و50% ايونايز، يعني ايش اقدر اقول على هذا البي كي اي ايش قد لهذه القاعده؟ البي كي اي لهذه القاعده هي 8، لانه من صار البي اتش 8 صار نصف الدرج متأين ونصفه غير متأين. وبالتالي نعرف البي كي اي شنو؟ انه the pH at which half of the drug is in its ionized form and half isn't، يعني نصف الدواء هو متأين ونصف الدواء هو غير متأين. نصف الدواء متأين معناها نصف الدواء لا يمكن امتصاصه، ونصف الدواء 50% غير متأين يمكن امتصاصه لأنه غير مشحون non polar يمر خلال غشاء الخلية. وبالتالي البي كي اي هي neutral point، نقطة تعادل، نقطة تعادل يساوي عندها الجزء المتأين مع الجزء غير المتأين، يسموه هذا بالثابت التأين، تسمى بثابت التأين. البي كي اي هو ثابت التأين لكل حامض ضعيف او قاعدة ضعيفة لها ثابت تأين خاص بها. كل ما يكون البي كي اي قليل lower بي كي اي كل ما يكون الدراج مور اسيدك، بالعكس كل ما يكون البي كي اي عالي كل ما يكون الدراج شنو؟ مور بيسك. عملية التأين نرجع ونقول تعتمد على اليمن، تعتمد على البي كي اي مال الدرج ثابت التأين لهذا الدرج، والبي اتش اوف ذا ميديا، بي اتش اوف ذا انفايرمنت، بي اتش للوسط اللي جاي يصير بعملية الامتصاص. فلناخذ دواء معين من يكون البي اتش يساوي البي كي اي ايش راح يصير عندي؟ البروتونيتد فورم بالنسبة للأسيد يساوي الدي بروتونيتد فورم، وكذلك بالنسبة للقاعدة بروتونيتد فورم هنا راح يكون هو الايونايزد يساوي الدي بروتونيتد فورم اللي هو راح يكون نون ايونايز. من قللت البي اتش وخليته اقل من البي كي اي هنا البي كي اي هذا الدرج هو ايش قد؟ 6.5 تقريبا. من قللت البي اتش وخليته اقل من البي كي اي صار عندي؟ صار عندي مور بروتونيتد فورمز. يعني شنو بروتونيتد فورمز؟ يعني جزء غير المتفكك، يعني الاسيد حاوي على البروتون والبيس حاوي على البروتون، هذا راح يكون بريدومينيت. بالتالي من راح يكون البي اتش اقل من البي كي اي، فبالتالي بالنسبه للاسيد ايش راح يكون؟ راح يكون الجزء النن ايونايز الجزء المتعادل هو الشائع هو المسيطر. بينما من يكون البي اتش اقل من البي كي اي للقاعده راح يكون شنو؟ الجزء الايونايز الحاوي على الايون هو الشائع، وهذا الجزء ما ينفذ خلال غشاء الخليه لان حاوي على الشحنه. زين، رفعت البي اتش وخليته اكثر من البي كي اي، خليته اكثر من 6.5، خليته 8، خليته 9، راح يصير عندي انه الجزء غير الحاوي على البروتون دي بروتونيتد فورم، نلاحظ هنا هو بس اي مو اتش اي، وهنا بس بي مو بي اتش هو الشائع. بهذه الحاله شو راح يكون عندي؟ اذا كان عندي هو اسيد
وفقد البروتون راح يكون شنو؟ ايونايزد، وبالتالي ما ينفذ خلال غشاء الخليه. بينما اذا كان عندي بيس قاعده راح تفقد البروتون، راح تعبر خلال غشاء الخليه. فبالتالي الاسيدك دراج بيتر ابزورد ان اسيدك ميديا، يكون البي اتش اقل من البي كي اي، لان هنا راح يكون عندي هذا الجزء هو الكمن غير المتأين غير الحاوي على الشحنه. بينما البيسك دراج راح تكون بيتر تو ابزورب وان ذا بي اتش اكثر من البي كي اي، لان بهذه الحاله راح يكون الجزء غير المشحون غير الحاوي على الشحنه المتعادل غير الحاوي على البروتون هو الجزء البريدوميننت. راح ناخذ مثال تطبيقي على تاثير البي اتش على الدراج. هنا راح ناخذ بالمثال اسبرين اللي هو اسيدك دراج. الاسبرين هو اسيتايل سالسليك اسيد، اسمه العلمي هو اسبرين. بي كي اي للاسبرين هو 3.5، اقل من 7 اذا هو اسيدك دراج. هنا نحتاج نركز شويه زين لان اكو ارقام بالشرح، فنحتاج ننتبه لها زين حتى نفهم شلون يصير تاثير البي اتش من يصعد او ينزل على الابزوربشن اوف دراج. بالاستومك البي اتش هو 1.5، 1.5 هي شنو؟ اقل من 3.5. من اريد اطلع الفرق بين البي كي اي مال الاسبرين والبي اتش مال الاستومك راح يطلع ايش قد الفرق؟ 2، 3.5 ناقص 1.5 2. وانا عرفت انه البي اتش هو الانفيرس لوج، بي اتش يساوي لوج 1 على تركيز الهيدروجين ايون، انفيرس لوغارثم اوف ايون كونسنتريشن. فبالتالي من يقول 2 البي اتش معناها شنو هو؟ معناها هو لوغارثم 10 اس 2. هاي القيمه ما نحتاج نحفظها لان هذا هو مثال توضيحي. ال 2 هو لوغارثم 10 اس 2، فبالتالي هاي 10 اس 2 هي شنو؟ هي تركيز الايون كونسنتريشن. يعني 100، هذه ال 100 شنو هذه ال 100؟ هذه ال 100 مقامها 1. يعني هنا عندي الجزء غير المتفكك هو 100%، وبما انه ماكو ظروف مثاليه تخلي الجزء غير المتفكك 100%، نقول تقريبا 99%، لان هذا مو اي في روت، هذا الروت يتاثر به الابزوربشن، ما تكون البايو افيلابيلتي 100%، تكون اقل. فبالتالي هنا انا اقول انه 99% من الدرج راح يصير به ابزوربشن بي اتش 1.5، و 1% ما يصير بي ابزوربشن. هذا الدرج اسيدك والانفايرمنت اسيدك راح يصير بي ابزوربشن. بينما اذا اجيب الاسبرين اللي هو اسيدك درج واخليه بالسمول انتستين اللي هي شنو؟ بيسك ميديا، بي اتش مالتها 8.5، من احسب الفرق بين البي كي اي والبي اتش قد راح يطلع؟ سالب 5، 3.5 ناقص 8.5 راح تطلع سالب 5. سالب 5 منين جايه؟ جايه من لوغارثم 10 اس سالب 5. 10 اس سالب 5 شو تصير؟ تصير 1 على 10 اس 5، يعني هنا صارت الكميه بالمقام. فمن اطلعها من اللوج شو تصير؟ الكونسنتريشن 1 على 100,000، يعني جزء واحد يصير به امتصاص، جزء واحد غير متأين، و100,000 جزء هن متأينات. وبالتقريب جزء واحد هو غير متأين، و99,999 جزء من الدرج هو متأين. فبالتالي هذا الجزء الواحد هو يمثل 1%، راح يصير به ابزوربشن عند بي اتش 8.5، وهذه 99% ما راح يصير بها ابزوربشن، لان هنا انا عندي شنو؟ هنا عندي بيسك ميديا، هنا ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي انه يتأين الحامض الضعيف ويحمل شحنه، وبالتالي يكون غير قادر على العبور خلال غشاء الخليه، ما عدا جزء صغير منه راح يبقى محافظ على شكله ويعبر خلال غشاء الخليه. فبالتالي نقول انه الاسبرين ان بي اتش ميديا لور ذان 3.5 يزداد الابزوربشن، وان بي اتش اكثر من 3.5 حتى لو 4 هذا البي اتش راح يقل الابزوربشن، ما راح يبقى 99%، لو كان البي اتش مثلا 4 جزء يصير الابزوربشن 50%، لان هاي نسبيا نسبيا هذا البي اتش يعتبر قاعدي لان هو اكثر من البي كي اي، لازم يصير البي اتش اقل من البي كي اي يلا اقول هذا بي اتش حامضي. ولهذا السبب الاسبرين مينلي افكت جاستريك ميوكوزا، ياثر على الابيثيليوم مال الستومك، يسوي عندي بابتيك السر، يسوي عندي قرحه. ليش؟ لانه يزداد الابسوربشن بالاسيدك بي اتش راح يعبر خلال غشاء الخليه ويدخل داخل الخليه، من يدخل داخل الخليه راح يصير بيه ترابنج، راح ينحجز داخل الخليه، ما يقدر يغادر الخليه، ليش؟ لان الجاستريك ابيثيليوم البي اتش مالته 7.4. عندنا شنو هسه؟ عندنا خليه، هذه خليه عندنا. هذه خليه عندنا. وعندي هذا لومن. هذا اللومن بي ال اتش سي ال. زين اللي هو شنو؟ اسيد. فبالتالي اللومن هو بي اتش مالته اسيدك،
بينما داخل الخليه هنا تقريبا متعادل، البي اتش هنا 7.4، اذا صار اسيدك الخليه ما تشتغل الانزيمات اللي بيها، هنا لازم يكون متعادل حتى تشتغل انزيمات الخليه. راح يدخل الاسبرين لهذه الميديا اللي هي بالنسبه الى بيسك، هاي بالنسبه الى قاعده، ايش راح يصير بيه؟ راح يصير بيه ايونايزيشن، راح يتاين، ومن راح يتاين الاسبرين ايش راح يصير؟ ما راح يعبر خلال غشاء الخليه، راح يظل محجوز داخل الخليه وراح يؤذي الخليه ويؤدي الى موت الخليه، وبالتالي يصير عندي شنو؟ يصير عندي ديفكت، يصير عندي منطقه بالابيثيليوم ما بها خلايا، ميته بها الخلايا، وهذا هو القرحه، انه منطقه بالابيثيليوم ما بها خلايا، منطقه ميته، الابيثيليوم ما مغطي المعده كلها، وانما اكو منطقه بيها ما موجود بيها الخلايا ميته، وهذا هو معنى القرحه. مثال على البيسك دراج هو اللينوكاين اللي هو اخو الزايلوكاين اللي هو مخدر موضعي لوكال انستيك. هذا اللينوكاين البي كي اي له هو 7.9، فبالتالي هو شنو؟ هو بيسك دراج، لان البي كي اي مالته اكثر من 7، فبالتالي بالانتستين راح يصير بيه عمليه الابزوربشن. ليش؟ لانه بالانتستين البي اتش هو اكثر من 7.9، هو 8.5، واحنا نعرف البيسك دراج حتى يصير بي ابزوربشن لازم البي اتش يكون اكثر من البي كي اي، عكس الاسيدك دراج حتى يصير بي ابزوربشن لازم يكون البي اتش اقل من البي كي اي. لكن بالاكسكريشن اوف دراج عكس الابزوربشن راح تكون العلاقه، يعني شلون؟ يعني الاسيدك دراج راح يكون بيتر اكسكريتد بالبيسك ميديا، بينما البيسك دراج راح يصير بي بيتر اكسكريشن وين؟ بالاسيدك ميديا عكس الابزوربشن، الاسيدك بيتر بالاسيدك ميديا والبيسك دراج بس بيتر بالبيسك ميديا. هذه وين تفيدني المساله؟ تفيدني بحالات التسمم الدوائي. انكريز اوف اسيدك دراج بويزنينج، هذه الحاله ايش راح اسوي اذا كان هو اسيدك دراج؟ حتى اعزز اخراجه من الجسم ايش راح اسوي الميديا؟ اسويها بيسك، اسوي الكلايزيشن، يعني اسوي الميديا basic to promote excretion of that drug. بينما لو كان الدرج هو basic increase of basic drug poisoning وصار عندي تسمم بهذا الدواء اللي هو قاعدي، ايش راح اسوي؟ acidification للميديا حتى اعزز الاكسكريشن اوف ذات drug. ولذلك نقدر نقول the clinical significance of PKA اولا to know the site of absorption. قلنا الاسيديك drug يصير بيه absorption بالستومك لانه الستومك بيها acidic media، بينما البيسك دراج يصير بيها ابزوربشن وين؟ بالسمول انتستين، لان السمول انتستين هي بيسك ميديا. ثانيا تو تريت دراج توكسيسيتي، التسمم الدوائي. مثال عليها الاسبرين البي اتش له هو 3.5 اسيدك، اليورين البي اتش باليورين هو 5.2، صح هو بالنسبه للاسبرين يعتبر قاعدي البي اتش اكثر من البي كي اي مال الاسبرين، لكن مع ذلك هذا يبقى وسط حامضي، راح تصير عملية ابزوربشن للاسبرين الموجود باليورين، صح مو 99% لانه البي اتش اكثر من البي كي اي للاسبرين، ممكن تكون 40% 30%، لا، بس بالنهاية انا عندي توكسيسيتي، عندي تسمم، انا ما اريد اي جزيئة اسبرين يصير لها اعادة امتصاص، فبالتالي انا ايش اسوي؟ اسوي الكلايزيشن لليورين، اسوي اليورين قاعدي، اعطي المريض صوديوم بايكربونيت، هذا الصوديوم بايكربونيت راح يسوي اليورين قاعدي، راح يرفع البي اتش يخليه اكثر من 7 لليورين، وبالتالي ايش راح يصير عندي؟ من يصير عندي البي اتش اكثر من 7 راح يزداد الايونايزيشن، ومن يصير عندي هذا الاسبرين متاين ما راح يصير بي ابزوربشن وراح يظل باليورين وراح يطلع من خلال اليورينيشن. وبالعكس بالنسبه للبيسك دراج مثل ما ذكرنا سابقا انه راح نخلي الميديا اسيدك حتى نعزز الاكسكريشن. التطبيق الثالث له هو بالبريست فيدنج، البي اتش مال البلازما هو 7.4، يعني بالبلد البي اتش هو 7.4، اذا جبت الكلاين دراج راح يصير عندي جود ابزوربشن، يروح للبلس سيركوليشن ويروح وين بعدين؟ يروح للبريست ملك، البريست ملك ايش قد بيه البي اتش؟ 7، يعني نسبيا مقارنه بالبلازما هذا شويه اسيدك، بصوره عامه هو متعادل، بس مقارنه بالبلازما البلازما مور الكلاين، الدراج هنا من دخل هذه الميديا راح يصير بي ايونايزيشن لان هنا البي اتش قل وهذا هو بيسك دراج، ومن يقل البي اتش البيسك دراج ايش راح يصير بي؟ يصير بي ايونايزيشن ويبقى بالملك، ومن يصير عندي بريست فيدنج راح وين يروح؟ يروح للطفل، وممكن ياثر على الطفل، هذا هو التطبيق الثالث او الكلينيكال سيجنفيكانس الثالثه للبي كي اي. هسه خلصنا العامل الاول اللي ياثر على الابزوربشن، اول فاكتور اللي هو البي اتش، خلصنا وعرفنا شو راح يصير تاثير البي اتش على ال absorption. الفاكتور الثاني هو blood flow to site of absorption، يعني انا عندي ستومك يصير بيها absorption وعندي small intestine يصير بيها absorption، لكن blood supply للستومك مقارنة بالانتستين قليل،
بلس سبلاي بالانتستين جدا غزير، هواي اكو بلاد فيزل تغذي الانتستين، وبالتالي من تزداد البلاد فيزل تغذي الانتستين راح يزداد البلاد الواصل للانتستين، وبالتالي راح تزداد عمليه الابزوربشن، ولهذا السبب انه الابزوربشن بالانتستين اكثر من الستومك. السبب الثالث هو السيرفيس اريا افيلبل فور ابزوربشن، يعني شنو؟ يعني اللومن البطانه مال الانتستين اذا اقارنها بالبطانه مال الستومك تكون 1000 مره اكبر، هذه المساحه البطانه مال الانتستين 1000 مره اكبر من الستومك. ليش 1000 مره اكبر؟ هو هذا لومن وهذا لومن، لانه بالانتستين عندي فيلاي، هذه الفيلاي راح تزيد السيرفيس اريا افيلبل فور ابزوربشن، وبالتالي راح يكون الابزوربشن مور افيشنت، هنا درج اكثر راح يعبر لان هنا اكو مساحه واسعه حتى يصير بها العبور. الكونتاكت تايم هو الوقت اللي يقضيه الدرج ات سايت اوف ابزوربشن، يعني راح يقضيه بالستومك او بالانتستين. بحالات الدياري، حالات الاسهال الشديد، شو راح يصير عندي؟ تزداد حركه الامعاء، من تزداد حركه الامعاء بالتالي الدرج ما راح يظل مده كافيه ات سايت اوف ابزوربشن حتى كله يمتص، جزء من عنده راح يمتص جدا قليل ممكن، والبقيه كلها راح يطرح الى خارج الجسم. بينما من اخذ الدرج ورا الاكل بعد ما اكل، شو راح يصير عندي؟ حركه الامعاء راح تقل، لان الفود راح يسوي ديلي جاستريك امبيتنج. ليش يصير عندي ديلي جاستريك امبيتنج؟ مثل ما اخذنا بالفسيولوجي تصير عمليه الهضم للغذاء، وبالتالي انا يعني من اخذ الدرج ورا الاكل راح يكون بي ابزوربشن سلولي، ومور درج ويل بي ابزوربد اند ريتش ذا سيستميك سيركوليشن. العامل الخامس هو البي جلايكوبروتين، بي هي من بيرميابيليتي نفاذيه، بروتين النفاذيه. هذا شنو هذا؟ هذا ناقل، هذا ترانس ممبرين ترانسبورتر responsible for transporting نقل various molecules including the drugs، يعني مو بس الدرج راح ينقل، مو متخصص نقل الدرجز، various molecules including the drugs from tissue to blood. بصورة عامة يعني المولكيول اللي ينقلها هي المولكيول الغريبة بالنسبة للخلايا، يطلعها إلى خارج الخلية. هذا لأنه يطلع خارج الخلايا مثل المضخة، فهذا هو شنو؟ active transporter، يصرف طاقة، يصرف ATP. موجود بمختلف الخلايا، موجود بالليفر، موجود بالكدني، البلاسنتا، الانتست نفسها موجود بيها، برين كابيلاريز موجود بيها بي جلايكوبروتين. هذا هو شكل بي جلايكوبروتين. نشوف هنا انه الدرج الموجود داخل الخليه جاي يطلع الى خارج الخليه، جاي يطلع الى خارج الخليه ويصرف طاقه بهذه العمليه، جاي يصرف اي تي بي. بالتالي من يزداد البي جلايكوبروتين بالخليه ايش راح يصير عندي؟ يقل الابزوربشن، لانه كل ما يزداد عدد هذا البروتين او هذا الترانسبورتر الموجود عاده بالخليه مور درج ويل بي اكسكريتد، درج اكثر راح يطلع من الخليه. هذا وين تطبيقه؟ تطبيقه بالمالتي درج ريزيستنس. مالتي درج ريزيستنس، ريزيستنس يعني مقاومه لمختلف الادويه، يعني مو نوع واحد من الدواء، المقاومه الدوائيه. مثال عليها بالبكتيريا، مثلا نسمع هذه البكتيريا ما يشتغل عليها الاموكسيسيلين، وما يشتغل عليها الاوغمنتين، ما يشتغل عليها الجنتامايسين. ليش؟ بسبب بي جلايكوبروتين، انه هذا موجود بجدار الخليه، انه الخليه تكيفت وخلت بي جلايكوبروتين حتى يطلع الاموكسيسيلين خارج الخليه، يطلع الجنتامايسين خارج الخليه، وبالتالي ما راح يشتغل الانتي بايوتيك على الخليه البكتيريه ويقتلها، وانما راح يصير عندنا ريزيستنس، مقاومه للانتي بايوتيك. وهذا مثال تطبيقي على المالتي دراج ريزيستنس. هذه أمثلة على الأماكن الموجودة بها السايت أوف بي جلايكوبروتين والفانكشن مالته بهذه السايت. بالليفر موجود وظيفته شنو؟ إليمينيشن، يطلع الدرج للبايل. وبالكدني موجود شنو وظيفته؟ إكسكريشن، يطلع الدرج لليورين. بعد موجود وين؟ بالبلاسنتا. إيش راح يسوي هنا؟ بروتكت فيتال فروم درج. إذا وصل الدرج للبلاسنتا فأحد طرق أنه ما يعبر للفيتال سيركوليشن ويبقى بالماتيرنال بلاد، انه هو الاكسبريشن اوف بي جلايكوبروتين، بالاضافه للبلاسنتال بلاد بارير اللي شرحناه سابقا. بالانتستين موجود بالانتستاينال لومن، ايش راح يسوي هنا؟ ريديوس دراج ابزوربشن انتو ذا بلاد. لا، بالبدايه دخل للخليه، جعل اللومن، طلعها الى خارج الخليه. بالبراين، بالبراين كابيلاريز شنو هنا وظيفته؟ مونيتور دراج اكسس تو ذا براين، يعني هنا يراقب جد انه دراج جاي يوصل للبراين، يعني قلنا هنا عندنا بلاد برين بارير، هنا عندنا الكابيلاريز، هنا تكون بها تايد جنكشن، اكو ترانسبورتر تعبر من خلاله الدرج مولكيولز. اللي هنا تكون انتهت اول محاضره بالفارماكولوجي، محاضره الفارماكوكاينتيك. اخذنا بالبدايه اوفر فيو اباوت برنسبل اوف دراج ثيرابي، بعدها عرفنا شنو الفارماكوكاينتيك بروبرتيز اللي هي الابزوربشن والديستربيوشن والميتابوليزم والاليمينيشن، بعدها عرفنا الروتس اوف دراج ادمنستريشن، وعرفنا شنو معنى بايو افيلابيلتي، وعرفنا الميكانيزمز اللي يصير بها ابزوربشن اوف دراج اللي هي باسيف ديفيوجن، فاسيليتيتد ديفيوجن، اكتيف ترانسبورت اند اندوسايتوسيس.
واخر شيء بهذه المحاضره تكلمنا عن الفاكتورز انفلونس ابزوربشن اللي هي البي اتش والبلد فلو والسيرفيس اريا والكونتاكت تايم والاكسبريشن اوف بي كلايكوبروتين. ان شاء الله تكون المحاضره واضحه وكافيه ووافيه، وكل التوفيق ان شاء الله.